نظمت دار رعاية المسنين في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في شهر رمضان المبارك مبادرة خطار الدار التطوعية بحضور سعادة حليمة العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولجنة من أعضاء الأمانة العامة للمجلس. للعام الثامن وفي شهر رمضان المبارك تحرص دار رعاية المسنين التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة على دمج منتسبيها مع المجتمع الخارجي، وذلك عبر مبادرة خطار الدار التطوعية، حيث يجتمع مختلف أطياف المجتمع ومؤسساته على مائدة الإفطار. واليوم يشارك وفد من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة سعادة حليمة العويس نائب رئيس المجلس في هذه المبادرة التي تضم العديد من الفعاليات. تنوعنا فيها وكل مرة شيء جديد فيها لمشاركة المجتمع الخارجي مع كبار السن في الإفطار، فأصبح في ساعتين يسون مع كبار السن تقديم برامج وأنشطة وفعاليات، فعاليات دينية، ثقافية، شعرية، حديث ذكريات مع المسنين، فيصير في حوار، في تبادل خبرات مفيدة كانت لكبار السن ولها أثر كبير في نفوسهم. البرنامج الذي حضرته أيضا سعادة عفاف بنت إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية تضمن توزيع بعض الهدايا الرمزية على المسنين والإفطار معهم والحديث معهم عبر فقرة سوالف. الدار يعني مهيئة للناس حاجات طيبة، حاجات كريمة، وزيارات الناس اللي بتجي يعني بتدي يعني طمأنينة وبتدي يعني دفعة قوية في روح المسنين. الفعالية زينة، فعالة زينة، مستانس مع الفعاليات أنا، الحمد لله يقدمون لنا وجبات فطور وجبات الإفطار والسحور. وعلى هامش الزيارة تجول أعضاء استشاري الشارقة في مرافق الدار لتفقد النزلاء من المسنين والمسنات، لتختتم مبادرة خطار الدار باجتماع مع رئيسة اجتماعية الشارقة وكوادرها، حيث تم استعراض مبادرات الدائرة ومنصاتها والخدمات المقدمة لفئة المسنين وطرق رعايتهم في إطار أسري والعديد من المواضيع الأخرى. خطار الدار من المناسبات التي ينتظرها سنوياً رواد دار رعاية المسنين لتعزيز التلاحم المجتمعي وتوفير السعادة والفرح لأهل الدار من كبار السن. لأخبار الدار فايزة الضنحاني الشارقة.